مضرة أصحاب السوء على الإنسان. ما الذي منعه أن يقول لا إله إلا الله؟ الجلسة أبو جهل ومن معه. مضرة أصحاب السوء على الإنسان. أنا هنا قال فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام، ما قال عبد الله بن أبي أمية لأنه أسلم، يعني فيما بعد صار يعرف معنى لا إله إلا الله ويقول بلا إله إلا الله، لكن أبو جهل مات على كفره. وأما أبو عبد الله بن أبي أمية والمسيب كلهم أسلموا. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان، يعني وقفوا في طريقه أن يقول لا إله إلا الله ينجو بها من عذاب الله، مش أعظم من هذا الضرر؟ لا أعظم من هذا الضرر أن يكون خالد مخلد في النار بسبب جلساء السوء. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ولذلك على الإنسان أن ينفر من جلساء السوء وأن يصحب الأخيار بنفسه وبمن تحت يده ويوجه الناس إلى ذلك. والجليس الصالح والجليس السوء جاء التمثيل، جليس السوء كنافخ الكير، صلى الله عليه وسلم. إما أن يحرقك ويحرق ثيابك أو تشم رائحة نتنة، بخلاف جليس الصالح كحامل المسك. مضرة أصحاب السوء على الإنسان، شوف النتاج لما كثر أصحاب السوء في المجتمعات وفي المحافل، في المدارس، في الجامعات، في كذا، سواء كانوا بنين ولا بنات، تجد البيت محافظ، ما عندهم شيء من الملاهي ولا عندهم شيء ما يغضب الله، والأب صالح صاحب قيام وصيام، والأم كذلك، ثم يخرج في بيته من يخرج بسبب جلساء السوء. فعلى الإنسان أن يحرص أن يصحب نفسه ومن تحت يده الأخيار، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. صحيح صحبة أو مجالسة أصحاب السوء فيها طرائف ونكت وهمز وغمز وغيبة وما أشبه ذلك، يعني خفيفة على النفس، بينما الأخيار فيها تسبيح وتهليل واستغفار وأقر يا فلان، مملة إلا من يسرها الله له. كثير من الناس إلى فتح الإمام الكتاب بيحدث بعد صلاة العصر طلعوا ثقيلة، وهو شيء يقرأ حديث حديثين بدقيقة واحدة، هذا ثقيل لكن العاقبة حميدة. فهذا على مستوى الأفراد. على مستوى الأمم جلساء السوء كيف وصلت مضرتهم إلى المسلمين من علمائهم وشعوبهم؟ أحمد بن أبي دواد جليس للمأمون، وش النتيجة؟ حمل الناس على القول بخلق القرآن، وآذى من آذى من العلماء، وامتحنهم، وقتل من قتل بسبب جلساء البطانة. البطانة ابن العلقمي الرافضي الخبيث حينما اتخذه الخليفة العباسي في بطانته، ما الذي حصل؟ كاتب التتار وغزوا بلاد المسلمين وقتلوا في بغداد وحدها في 3 أيام 1,800,000 بسبب جلس السوء. ولذلك يكثر المسلمون من الدعاء للولاة أن يرزقهم الله البطانة الصالحة
الناصحة لما لهم من الأثر البالغ عليه وعلى بلده وعلى شعبه. هذا هو الحاصل، هذا هو الحاصل. يعني كل خلل من مما يحصل من الولاة في بلاد المسلمين تجد وراءه من هالمستشارين من وراءه، وما يحصل من خير، الأصل النزعة في المسلم الخير، لكن عنده بطانة تدل على خير وبطانة تدله على الشر. فالموفق من يتخذ البطانة التي تدل على الخير وتعينه عليه، بخلاف من يتخذ جلساء السوء هؤلاء الذين يؤثرون عليه وعلى غيره. وإذا كان هذا في مستوى الأفراد فكيف بمستوى الشعوب التي يحصل ما يحصل لها من مضايقة في الدين ويتبعه مضايقة الدنيا والعقوبات بسبب جلساء السوء. ولذا يقول الشيخ رحمة الله: احنا عندنا المثال الحديث، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ والنتيجة قال هو على ملة عبد المطلب. فالإنسان عليه أن يجالس الأخيار ويأطر نفسه مع أهل الذكر والعبادة والتلاوة والصيام والقيام، ويترك مجالسة الأرداء. إذا صحبت القوم فاصحب خيارهم، ولا تصحب الأرداء فتردى مع الردي. سين مثله مع الوقت يأثر عليك، كما قالوا: الصاحب ساحب. والله المستعان.